بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. شخصية هذه الحلقة كما أخبرتكم أمين هذه الأمة. من أمين هذه الأمة؟ جاء وفد من نجران نصارى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتجادلون معه، فلما لم يقتنعوا وأصروا على كفرهم وباطلهم تواعد النبي معهم على المباهلة، ندعو الله اللعنة تنزل على المخطئ والكذاب، فلم يخرجوا، خافوا، قالوا إن فعلنا هذا فإن ربكم سيهلككم ويهلك ذريتكم ويفعل. يدرون، يعرفون أن هذا النبي حق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فتركوا المباهلة وعاهدوا النبي عهدا وأرادوا أن يستوثقوا من العهد، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابعث لنا رجلا أمينا، نبي واحد أمين يشهد على هذا ويكون العهد معه. فقال لهم النبي أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، إنه أمين هذه الأمة. من هذا الرجل الذي دخل في الإسلام في بداية من دخل، من السباقين في دخوله في هذا الدين؟ من هذا الرجل؟ من ذلك الفارس البطل؟ من هذا العابد؟ من هذا الرجل الصابر على طاعة الله جل وعلا؟ أوذي في الله فصبر، هاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وكانت أول معركة معركة بدر، إنه يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، يوم الفرقان، يوم بدر قاتل الصحابة فيه من؟ أبناء العمومة، الآباء والأبناء، القبيلة تقاتل نفسها حتى يفصل الله عز وجل بين الأنساب. الإيمان والدين والتقوى خلاص تفصل الإنسان عن الآخر. أبو عبيدة كان بطلا مغوارا في معركة بدر، وكانت الغلبة لأهل الإيمان والملائكة يقاتلون. كان هناك رجل من المشركين يتصدى لأبي عبيدة، كل ما راح أبو عبيدة مكان راح يبي يقتله. رجل من المشركين لا هم له إلا أبا عبيدة، لا يريد قتل أحد، لا يريد سفك دم أحد إلا دم أبي عبيدة. ليش؟ إيش معنى أبو عبيدة؟ إيش فيك على أبو عبيدة أمين هذه الأمة؟ أبو عبيدة يوخر عنه، وأنت يا أبو عبيدة لما لا تواجهه؟ أبو عبيدة بطل شجاع يستطيع أن يواجهه، ولكنه كان يصد عنه ويبتعد عنه، والرجل يلحقه ويريد قتله، وأبو عبيدة يوخر عنه حتى التقيا. تدرون من هذا الرجل؟ هذا الرجل المشرك كان أبو أبي عبيدة، كان أباه، أبوه يريد أن يقتل ابنه لأنه ترك دينه ودين آبائه وأجداده. أبو عبيدة يوخر لكن أبوه مراضي، حتى تواجه الاثنان واضطر أبو عبيدة أن يقاتل أباه، وإذا بالسيفين يلتقيان، الابن مع أبيه، لكن أبا عبيدة بطلا ثبته الرب، والله عز وجل جعل الملائكة تقاتل معهم، فإذا بأبي عبيدة يقتل أباه، فأنزل الله في أبي عبيدة قرآنا يتلى. ما الذي نزل؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، حتى لو كان أباه، ما تجد إنسان ملأ الإيمان قلبه ويحب واحد كافر، حتى لو كان أباه. نعم، حتى لو كان أباه. طيب شلون طاوع قلبه؟ شو يسوي؟ أبوه مصر يقتله، اضطر اضطرارا لم يكن مختارا، والإيمان فصل بينهما. الإيمان جعل أبا عبيدة ينسى أن هذا أبي، خلاص إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. نوح لما قال هذا ابني، الله قال لا، مو ابنك، خلاص
هذا كافر ليس بمؤمن. واضطر أبو عبيدة فلما فعلها أنزل الله فيه ثناء يتلى إلى يوم القيامة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان.